قال من مأدبة القرآن الكريم إلى مأدبة العلم والعلماء، ومع كلمة طيبة مباركة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عثمان أمين خطاب الداعية الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالغار مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا ومن الله مأجورا. الحمد لله قامع أهل البغي والعدوان ومهلك ذوي الفسوق والعصيان، نحمده علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ونشكره جميعا على سوابغ النعم وفواضل الإحسان والكرم، ونتوب إليه ونستغفره ونتوب إليه ونستغفره ونسألك يا ربنا الوقاية من كل ما يورث الندم. الحمد لله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل، وهو حسبنا جميعا ونعم الوكيل، الله حسبنا ونعم الوكيل، الله حسبنا ونعم الوكيل. نحمده جميعا على كل حال سوى الكفر والضلال، وهو المنزه عن الشبيه والمثال، فيا من تلهث ولا هم لك إلا جمع المال، والله لن ينفعك مالك إلا إذا اتخذته من الحلال. واعلم علم اليقين بأن الرازق هو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر، ودع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاه من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مصفرا بعد ليل حالك من أطلعك. سل رسول الله، سل حبيب الله، سل رسول الله، سل حبيب الله.
قل يا مصطفى، قل يا مجتبى، قل يا مصطفى، قل يا مجتبى، يا شفيع الخلق يا حبيب الحق، يا شفيع الخلق يا حبيب الحق، من قد شفعت، من قد شفعت، إنه الله يكن ربي معك. واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع سلامي الى قمر المدينة طاغى، سلامي إلى قمر المدينة طاغى، سلامي إلى الحجرات حين مراغى، سلامي إلى قمر المدينة طاغى، سلامي إلى الحجرات حين مراغى، سلامي إلى باب السلام وعنده مر خدودك في كريم ثراغا. قف أمام الروض بالأدب، هد التردد، الناس تعرف تقول عثمان خطاب بيقول ايه، هد التردد سن. قف أمام الروض بالأدب، قف أمام سيدنا النبي بالأدب، قف أمام الروض بالأدب، ماثلا في أشرف الرتب، في مقام القرب والقرب والرضا والجود والنعم، ثم قل يا أعظم الرسل، يا حبيب الله في الأزل، يا عظيم العلم والعمل، يا واسع اللوح والقلم، عم الحج يلي سمعني لا تنامي، هذه أنوار ذي سلم، عن قريب نحن في الحرم، عن قريب نحن في الحرم، عند خير العرب والعجم، فاستلم شباك حجراته، واستقم في قدس حضراته، فاستلم شباك حجراته، واستقم في قدس حضراته، واغتنم في ظل روضاته، روضة الإحسان والنعم. ليس كالمختار في البشر، ليس كالمختار في البشر، فهو ملء السمع والبصر، واحد التاريخ والسير، نوره كالشمس والقمر، أنقذ الدنيا من الظلم، وصلاة الله تغشاه، وسلام الحق يرعاه، وصلاة الله تغشاه، وسلام الحق يرعاه، خصه بالفضل مولاه، هو خير الرسل والأمم. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اللقاء ده ما حدث إلا من حوالي شهرين أو يزيد، أنا داخل الحرم المكي
فوجئت في وشي عم الحاج نور بيقول لي شيخنا الشيخ سعيد ده عثمان خطاب. قال له عثمان خطاب؟ قال له ايوه. قال له بتاع امريكا واستراليا بتسمعنا الصلاه على سيدنا النبي؟ بتاع امريكا واستراليا. قلت له ايوه. طلعنا صلينا صلاه ليه؟ ليه علي صوتك ده انت كنت اسد هناك ها الفجر. وكان معانا مين تاني؟ عم عصام ربنا يكرمك ويسترك ربنا يحافظ عليك يا رب. وبعدين طلعنا فوق صلينا الفجر قلت له خد يا عم الشيخ سعيد. قال لي ايوه. دي البدايه عشان نحط النقط على الحروف بس عشان مشايخنا اللي قاعدين. قلت له شيخنا؟ قال لي ايوه. قلت له خلي بالك انا من فضل الله رب العالمين وخلي بالك الجزئيه دي اقسم بالله العلي العظيم ما بقولهاش لكبرياء، لا انا اقل خلق الله، لكن اقسم برب العزه ما في مدينه ولا في محافظة في جمهورية مصر العربية عن بكرة أبيها إلا ذهبت إليه إلا سينا وإن دعيت فيها، بس قلت لا أروح أموت عشان أبقى صريح. فقلت له اسمع. قال لي أيوة. قلت له بقى أنا اللي لفيت الجمهورية كلها، لما أقول إيه دي أمريكا، هو في أمريكا في زمن نوح؟ ما هو حاجة من اتنين، يا الشيخ بيستهبل يا اللي بيسمعه مجانين. اسمع يا عم الحاج، اي داعية النهاردة بقولها بعلو صوت ما يضربش مثل هو شغال. اقسم بالله العلي العظيم الناس بتطلع من الخطبة ما بتفهمش حاجة، بقولها بعلو صوت قدام الدنيا كلها. المدرس الناجح لما يقعد يقول لك سين زائد صاد زائد عين زائد لام زائد ميم زائد نون، احنا كنا بنطلع مش فاهمين حاجة، وانتوا كلكم كنتوا عارفين الكلام ده في الاعدادية والثانوية العامة لا في مادة الرياضيات. لكن لما المدرس يحط الارقام قول 5 + 6 + 8 هنا تتضح الفكرة ويفهم المعنى. ودليلي على ذلك لما اقول في البداية لكل اهالينا في قلم قليوبي، لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباحة. خمر عبارة عن ايه؟ مية. المية يا شيخ احمد يا ابو سريع حلال، وعنب، والعنب حلال، والبلح وبلح حلال، احط المية على العنب على البلح التلاتة حلال ولا حرام؟ ايه ايه التلاتة حلال ولا حرام؟ حرام. يحطوا على بعض حرام. احط الميه على العنب على البلح حرام؟ ما تردوا علي. حلال. طب ولو ميه معدنيه؟ حلال. الشيخ بيضحك اهو معاك اهو، عيشوا معايا. الميه حلال والعنب حلال والبلح حلال، فاذا وضع الماء الحلال على العنب الحلال على البلح او التمر الحلال صار حراما. الموضوع ده عم الشيخ قال لك استنى استنى نضرب مثل عشان نفهم. اضرب المثل. جاء رجل الى اياس بن معاوية وقال له يا امام لما حرم الله الخمر في القرآن ومفرداتها مباح؟ خمر حرام ليه؟ ده شوية مي وعنب وبلح. مي حلال، عنب حلال، بلح حلال. احط المية على العنب على البلح يدي حرام؟ قال لك استنى اسمع. ارأيتك ان ضربتك بكف من ماء اكنت قاتلك؟ لو رميت شوية مية في وشك تموت؟ قال لا. قال ارأيتك ان ضربتك بكف من تبن اكنت قاتلك؟ لو رميت شوية تبن في وشك تموت؟ قال لا. قال أرأيتك إن ضربتك بكف من تراب أكنت قاتلك؟ شوية تراب راوتهم في وشك تموت؟ قال لا. قال فإذا جمعت الماء على التراب على التبن فصار طينا فجففته فضربتك به أكنت قاتلك؟ قال نعم. قال كذلك الخمر مفرداتها مباحة، لكن إذا جمعت وضربت بها صارت حراما. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول
ما خلصنا صلاة الفجر عم الحج نور طلب مني الطلب ده، قال لي انا عايزك 2/12 في قلم قليوبي، وانا اعلم علم اليقين يا سادة ان بلادكم ارض علماء يشهد الله جل جلاله. حينما دخلت وبصيت في وشوشكم عرف، اول ما بص كده بسم الله ما شاء الله حاجة تخض. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لكم في اولادكم، حتى المنشور اللي كان نازل على النت، احنا بنلف الجمهورية كلها دايما مثلا يجيبوا معايا شيخ 2 وخلاص عثمان خطاب 3 خلاص، انما ده احنا بنبص في المنشور لقينا اكتر من حوالي 35. طب دول منين؟ من بره؟ لا، اهل البلد دي. شيء مفرح وشيء يسعد، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله دي بحب اقولها في البدايه. ربنا يبارك لكم في مشايخنا وعلمائنا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يمن عليكم بالبركه. حبيبي اللي سمعني اسمع، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت، وقبل ما أقول الكلام ده بقول لأهلنا هنا الناس اللي سمعاني دي، بتحبوا سيدنا النبي؟ صلي عليه، لا صلي عليه، خلي بالك لما بنروح الصعيد ونجيب سيرة اسم سيدنا النبي ينهر أبيض ينهر أبيض على الحب لسيدنا النبي. وكذلك في محافظة الشرقية ولاد عم الصعيدة لما بنجيب سيرة اسم سيدنا النبي يا خبر أبيض على الحب، بحبك يا سيدنا النبي. النهاردة أنا عاوز أعرف الناس كلها حب أهالينا في القليوبية لسيد البشرية سيدنا رسول الله. بتحب سيدنا النبي صلي عليه. طيب بتحب سيدنا النبي؟ بموت في التراب بتاع سيدنا النبي. طب هسألك سؤال، طبعا المشايخنا ملهاش دخل بالكلام ده، الكلام ده ليكم. بتحبوا سيدنا النبي؟ ايوه. طب تعرف اولاد سيدنا النبي ولا ما تعرفهمش؟ تردوا عليا بقى انتوا، كم اعداد اولاد سيدنا النبي؟ شفتوا سكتوا ازاي؟ كم؟ لا هم بيقولوا ايه؟ شفتوا هي؟ اه يا غشاش، عارف انت لو دخلت طب غشيت زي الولاد اللي غشوا ودخلت، ما هو مشكلة في مصيبة ايه؟ العيال اللي ذكرت في الثانوية العامة جايبين 60 و70%، والغشاشين 93 و95%. دخلوا فين دول؟ مش دي اللي حصل السنة دي؟ دخلوا فين؟ هيدخلوا طب. طب اخد ابويا مريض عشان اوديه يتعالج في المستشفى، الدكتور ده غش في الثانوية العامة، غشاش، اروح اودي ابويا قسما بالله العلي العظيم الدكتور مش عارف حاجة، يا نهار ابيض، مش دي اللي بيحصل الايام دي؟ فانت شفت انا مسكتك، انت بتقول بيقولوا ها؟ هم اللي بيقولوا برضو؟ طيب اصابتم، بتحبوا سيدنا النبي؟ طبعا. طب تعرف اولاد سيدنا النبي كم؟ ايوه. اعدادهم كم؟ ايوه. كم؟ 7. طب عارف انت الناس اللي ما تعرفش اعدادهم، عارف انا عايز منك ايه؟ ايه؟ النهاردة انت لما بتروح البيت، الشيخ ده اسمه ايه؟ عثمان خطاب. بروح اكتب كده، مفيش النهاردة اللي مش لاقي ياكل النهاردة جايب تليفون تطش، اللي شغال ب3000 جنيه و5000 جنيه جايب ايفون كده، والله بكلمكم جد. استغلوا بقى ابوس رجليك وانت قاعد كده على السرير، اعمل ايه؟ اكتب كده وصف سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا نهار ابيض، جربتها مره ما حصلتش. اكتب ابناء سيدنا النبي. طب تيجوا كده نتعرف في البدايه كده على عيله سيدنا النبي. اسمع اسمع، صلوا على محمد، ما تصلوا عليه، صلوا على خير البشر، صلوا عليه، صلوا على محمد
صلوا على خير البشر، طوفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر. صلوا على محمد، صلوا على خير البشر، طوفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر. زوجاته 11، زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة، ميمونة، صفية وهند. أما التالية زوجاته جويرية وهند، أما التالية زوجاته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جقشة زينب. أولاده فسبعة، ما تصلوا عليه. أولاده فسبعة منهم بنات، أربع. أولاده فسبعة منهم بنات أربع، فزينب في الأول وأم كلثوم تالي، فزينب في الأول وأم كلثوم تالي، رقية وبعدها فاطمة ختامها، فاطمة ختامها. أما الذكور فإنهم، أما الذكور فإنهم، أما الذكور فإنهم القاسم أولهم، وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر، مع إبراهيم أذكر. صلوا 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 عليه وسلموا. دي عيلة سيدنا النبي، ما تصلي عليه. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وقف عند ستين عائشة، ما نزل القرآن في لحاف امرأة غير عائشة. بتقول ايه؟ بقول ما نزل القرآن في لحاف امرأة غير عائشة. خلي بالك، أجمل نساء الكون كله أمنا خديجة، أجمل واحدة في العالم، آسف، أمي وأمك حواء، أجمل إنسانة في الكون كل، تليها سارة، أجمل إنسانة في الوجود كله أمي وأمك حواء، تليها في الجمال سارة. أنت بتقول ما نزل القرآن في لحاف امرأة غير عائشة، أي حتى الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. يعني ايه؟ يعني اللي عايز يدي هدية لسيدنا النبي كان يشوف ليلة عائشة انهي ليلة، لو التلات يبقى يدي سيدنا النبي هدية. فأصبح عندي ستين عائشة هدايا كثر كتيرة جدا، ونساء النبي التانيين ولا ايه؟ ولا هدية. سكت نساء النبي، صلوا على سيدنا النبي على السعيد، لا راحوا عاملين حزب على سيدنا النبي. يا نهار ابيض، حتى نساء سيدنا النبي، ايوه، عشان لما تروح البيت وتلاقي اي مشكله في البيت، ها سيدنا النبي بيقول ما تصلي عليه، صلى الله عليه واله وسلم. خلي بالك، اقسم بالله العلي العظيم، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كنا. يعني اللي طير برج الرجل العاجل، ها واحدة الست، خلي بالنا من دي. هو أنت إيه اللي جاب لك الضغط؟ إيه اللي جاب لك السكر؟ سمعني الصلاة على سيدنا النبي، مش كده كل يوم تصحى الصبح؟ يا أخي أقسم بالله العلي العظيم، لو أن النساء في بيوت المسلمين طبقوا زي أمنا خديجة أو ستنا عائشة، آه كانت الدنيا راكت. يعني إيه؟ تعالى كده واحدة واحدة، يبقى بقول لك ستنا عائشة
حداها هدايا كتير ونساء سيدنا النبي التانيين ولا هدية. راحوا عاملين حزب على سيدنا النبي وراحوا بعتين بنت سيدنا النبي لسيدنا النبي. بنت سيدنا النبي اسمها ايه؟ فاطمة. عشان شكلها قالوا لها روحي لابوكي عائشة عندها هدايا كتير واحنا ما عدناش. الكلام ده كما روى الامام البخاري من حديث عائشة. خلي بالك سيدنا النبي صلي عليه، خلي بالكم اللي هقوله دلوقتي، مع سيدتنا عائشة في لحاف واحد. في لحاف ايه؟ عيب ولا حرام؟ رد علي. لعيب مرات زوجته اللي هتدخل دلوقتي مين؟ فاطمة. فدخلت فاطمة على سيدنا النبي وقالت لسيدنا النبي إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة. حريمك بلغتنا في الشرقية والجنوبية نسوانك بيقولوا لك اعدل بيننا وبين مين؟ بين عائشة. عارفين سيدنا النبي عمل ايه؟ فاكرين ارجع لورا كده 20-30 سنة كان في برنامج بيجي على الإذاعة، فؤاد المهندس كان بيقول كلمتين ايه؟ حافظين هذه؟ شوفوا صم وبس. او سيدنا النبي اتعلم كلمتين وبس من سيدنا النبي. ايه اللي حصل؟ هي بتقول له بنته، بتقول له ايه؟ نسوانك بيقولوا لك اعدل بيننا وبين مين؟ عائش. قال اي بنيتي اتحبينني؟ انت بتحبيني؟ قالت نعم. قال فاحبي عائشة. خلص. انت بتحبيني؟ قالت نعم. قال فاحبي عائشة. فخرجت من عند سيدنا رسول الله وهن، هن مين؟ نساء سيدنا النبي، مؤتمرات في بيت إحداهن. عاملين مؤتمر على سيدنا النبي وهن مؤتمرات في بيت إحداهن. فقالت لا أحدثه فيها أبدا، مش متكلمة تاني في الموضوع ده. فأرسلوا إلى النبي زينب. اللي بلك بقى اللي دخلت الأول كانت بنته، كنها تلاقي سيدنا النبي مع عائشة في لحاف واحد ما تغرش، ما تغرش بنته. إنما اللي هتخش دلوقتي مين؟ زوجته. وعائشة مين؟ زوجته. فلما تخش دي أهو شغل بنسموه، لما نتجوز اتنين بنسموه ايه؟ ضر مش كده؟ ايه الضر؟ خلي بالكم كلمة ضر احنا بنقولها، لكن اقسم بالله العلي العظيم لما حصل مرة تطش في بيت سيدنا رسول الله، يقوم سيدنا عمر بن الخطاب بيوجه ستنا حفصة يقول لها ولا يغرنك ان كانت جارتك، ما قالهاش ضرتك. شفت الادب في اللفظ؟ حدنا في الشرقية وفي الجنوبية يقول لك اللفظ سعادة. في ناس كده ترمي كلام زي ليه؟ زي الدبش كده ولا ايه؟ فشفت عمر بن الخطاب بيقول لها ولا يغرنك ان كانت جارتك، ما قالهاش درتك. ارجع لستنا عائشة. دخلت على طول زينب. فلما دخلت زينب على سيدنا النبي وعائشة في لحاف واحد، اسمع، غارت. ايه غارت؟ فلما غارت اضجعت في الكلام. اضجعت يعني ايه بلغة شعب الجليوبية؟ شتمت. خلي بالكم الجزئية اللي جاي دي بقى. تقول سيدتنا عائشة، خلي بالكم، فنظرت إلى وجه النبي، بصيت لوش جوزي، أيكره أن أقوم لأنتصر لنفسي أم لا؟ يعني إيه؟ بصيت لجوزي أرد عليها ولا لا؟ مش ساعتي لما تصطح صرخنقة في الجليوبية احنا شاطرين، هي يقول لك صلت عليه مرة، مش كده اللي بيحصل؟ والمرة تودي ورا عين الشمس نيابة ومأمور مركز ودهولة. صل لا ستنا عائشة، يا ريت كل نساء العالم تتعلم اهو
بتقول فنظرت إلى وجه النبي أيكره أن أقوم لأنتصر لنفسي أم لا. فلما نظرت إلى وجه النبي بصت لوش سيدنا النبي وجدت سيدنا النبي مديها الإشارة غلطت فيك إيه ادلها. بتقول فقمت إليها فأفحمتها ردت عليها فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلا لتلك المشكلة وقال إنها ابنة أبي بكر إنها لا تغلب. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت بعدما أن مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي بن أبي طالب وقف هنا علي الأوحد الذي قال كلاما لا يستطيع لرئيس جمهوري ولا ملك من ملوك الدنيا ولا سلطان من سلاطين الدنيا أن يقول مثلما قال سيدنا علي. حب يتباهى حب ايه يتباهى. نهاردة انت بتتباهى في الجليوبية ايه اللي بيحصل؟ تعرف انت بتتكلم مين؟ تليفون مني اوديك ورا الشمس علشان انت عارف كونستابل في الداخلية او انت عارف مفتش مرور الشرقية. حبيبي اللي سمعني اسمع اضطر سيدنا علي للتباهي يوما فقال حب يتبهى مرة عارف قال ايه اسمع اسمع محمد النبي صلي عليه. سيدنا النبي يقرب لك ايوه ايوه اسمع اخي وصغري اخي وصغري محمد النبي ابن عمي يعني اخويا اخي وصغري اخويا اسمع وحماية. طب كفاية دي لا كمل كمل وحمزة سيدني الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد صلوا عليه وبنت محمد سكني وزوجي سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. اللي انت قلت له انت عارف انت بتكلم مين ده وبتتكبر عليه عارف ايه ايه جارك بتقلي أدبك على جارك ليه بتقلي أدبك على نسيبك ليه بتقلي أدبك على أولاد عيلتك ليه لبس الجلابية البلدي أيوة ماسك السبحة 99 حباية أيوة بتصلي في الصف الأول أيوة بتصوم اثنين وخميس أيوة عامل فيها قاضي عرفي أيوة كسر بخاطر أختك ليه كسر بخاطر أخوك ليه قلل أدبك على أولاد عمتك ليه قلل أدبك على أولاد عيلتك ليه توب الأرض بيشتكي منك ليه علموا أبناءكم صلة الأرحام في زمان انتشرت فيه قطيعة الأرحام علموا أبناءكم صلة الأرحام في زمان انتشرت فيه قطيعة الأرحام. زمان لما نزلت من بطن أمي زمان كانت مواليد 76 ومواليد 60 أمك كانت تقول لك خالك عزك وسندك مواليد 60 كانت أمك تقول لك عمك يعني أبوك أبوك يقول لك عيلتك يعني عزوتك مواليد 2023 و2000 و2024 يقول لك اسمع الأقارب عقارب أمك تقول لك أول من يضحك عليك خالك أبوك يقول لك أول من هيضحك عليك ولد عمك أبويا كرهني في ولد عمي أمي كرهتني في ولد خالي. اسمع أمك لو قالت لك ما تكلمش أخوك خالك ما تسمعش كلام أمك في الحتة دي أبوك لو قال لك ما تكلمش عمك ما تسمعش كلام أبوك في الحتة دي تاني أبوك لو قال لك ما تكلمش عمك
ما تسمعش كلام ابوك في الحته دي. امك لو قالت لك ما تكلمش خالك ما تسمعش كلام امك في الحته دي. علموا ابناءكم التربيه السليمه في زمان ضاعت فيه التربيه. علموا ابناءكم صله الارحام في زمان انتشرت فيه قطيعه الارحام. علموا ابناءكم بان الجد والجده قطعه من القلب. علموا أبناءكم بأن الأم والأب نور من العين. علموا أبناءكم بأن العم أب. علموا أبناءكم بأن العمة قلب حالي. علموا أبناءكم بأن الخال عز وسند. علموا أبناءكم بأن الخالة أم بعد الأم. علموا أبناءكم بأن الأخ لحم ودم. علموا أبناءكم بأن الأخت ضلع ورحم. علموا أبناءكم شمائل سيدنا رسول الله، ليتها تترجم إلى جميع لغات العالم. بتكسر بخاطر أختك ليه؟ أختي كلمتنا من إسماعيلية، عم الشيخ عثمان خطاب، أيوه، قالت لي أبويا حرمني من الميراث. اتطلقت يا عم الشيخ، رحت بيت أبويا، اللي قاعد في بيت أبويا أخويا الكبير. اشتغلت خدامة عند مرات أخويا، خدامة بلقمتي عند مرات أخويا. ربنا يسامحك يابا، حرمني من الميراث، خدامة بيت أبويا عند مرات أخويا الكبير. في يوم من الأيام طلب مني كوباية مية، اتأخرت ثواني لحظات، مرات أخويا قالت له كلمتين ضربني أعزكم الله بالشلوط. انقلبت تلات أربع قلبات من همي وحرقة قلبي وإهانتي وكسرة نفسي. قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. عدى ثلاثة أيام، أخويا ركب العربية على الطريق الزراعي، العربية انقلبت ثلاث أربع قلبات، ما حصلش في جسم أخويا مثقال ذرة إلا الرجل اللي ضربني بها بالشلوط قطعت أعزكم الله. أجبر بخاطر أختك، ربنا يجبر بخاطرك. عمري ما هنسى، عمري ما هنسى. ست اتصل اخ على اخته تليفونيا، انت فين؟ قالت له انا في البيت. قال لها طيب انا داخل عليكي، انا داخل عليكي، معايا خطيبتي وداخل عليكي. ثلاث اربع دقائق داخل عليكي. تدور في البيت يا مولانا، ما فيش في البيت كوبايه شاي، فجر ما فيش. تدور ما فيش، دورت لقت برتقانه، عدى عليها الزمن، يعني لو بدها تقدمها ما تنفعش. بالتالي تنعمل ايه؟ عصير. عملت عصير، ما هو جميع العصير اللي انتم بتشربوه الحاجات اللي كلها بايظ، ها؟ اوعى تفكر انه فريش. فريش اف ار اي اس اتش. فريش يعني ايه؟ لا ايه؟ لا لا لا، فرنساوي كمان، فاكرين جومابيل؟ صليتم على سيدنا النبي؟ اسمع وخلي بالك، هي اتصلت تليفونيا، اتصل بها، انا داخل عليك دقيقتين، مين معاك؟ قال لها انا وخطيبتي. عملت كوبايتين عصير، قالت تحسبا يدخلوا. الباب خبط فجأة، لقت أخوها وخطيبته وحمات أخوها. يبقى عايزة كم كوباية؟ هي عاملة كم كوباية؟ راحت داخلة جوه حط الكوبايتين، وراحت مالية كوباية مية وحطاها، وقالت لأخوها ابن أمها وأبوها، لأخوها يا كل أخ سمعني، ابن أمها وأبوها، أنا عارفة إن أنت ما بتحبش عصير البرتقال، جبت لك سفن أب. خلي بالك، جبت لك سفن اب. الاخ بيشرب فعلم انه ماء فابتسم، وابتسمت اخته له. حماته قالت له انا ما بحبش عصير البرتقال، عايز اشرب سفن اب. ياك تشرب السم يا بعيد كده، مشكله مش كده ولا ايه؟ مشكله مشكلة. قال لها عايزة ايه يعني؟ قالت له اشرب من السيفن اب.
ما هو خلي بالك حماتي قنبله ذريه مش كده ولا ايه؟ تتفرجوا على اسماعيل ياسين ولا ما تعرفوش؟ كل حما اهو الا من رحم. الشاهد شرب اول لما شرب ده مية ابتسم وابتسمت له بسرعه. حماته قالت له انا عاوز اشرب من سيف الاب. قال لها حظ الله لازم اجيب لك من الايه؟ من الجزازه اللي جوه. دخل راح ماسك اي حاجه وراح كسرها في المطبخ. قال انا اسف جزازه السيف الاب الصاروخ الكبيره اتكسرت انا هنزل اجيب لك منين؟ من تحت. قالت له حظ الله انا ما انا شاربه انا خلاص هشرب عصير البرتقال. الاخ ابتسم في وش اخته والاخت ابتسم في وش اخوها وحط في ايديها 200 جنيه. قالت له روح ربنا يسترك زي ما سترتني واجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. يا ريت كل واحد سمعني ترجم الكلام ده. نفسي ارجع لاخلاق زمان ومحدش يزعل مني. احنا فين في الجليوبيه؟ ايوه. طب هاتولي عيله واحده في الجليوبيه ما فيهاش قطيعه رحم. استحاله. لعدنا بنكره بعض. لعدنا بنكره بعض. لما الحقد ولما الحسد. الشباب اللي سمعني دول اسألوا الناس الكبار دول ارجعوا لورا. انا مواليد 76 بس اسألوهم كده. اقسم بالله العلي العظيم يقولولكم الميتم كان في قلمة لما كان يحصل ميتم الميتم ميتم البلد كلها. وكانت الام تحط المصلية على التلفزيون الابيض والاسود. ياما الناس دول مش يقربولنا. يقربولنا او مش يقربولنا العرف اللي تعرفنا عليه وتعرفنا عليه ان العزة والميتم ميتم البلد كلها. الفرح فرح البلد كلها. البلد دي كان فيها تليفون واحد وكان فيها تلاجة واحدة. التليفون الواحد كان يقضي البلد كلها والتلاجة الواحدة كانت تقضي البلد كلها. كان بينا مودة ومحبة وألفة ورحمة. فين المودة وفين الرحمة؟ كل بيت النهاردة عاد فيه 30 40 تليفون. كل بيت النهاردة عاد فيه 5 6 7 10 تلاجات. لما الحقد ولما الحسد؟ لما الضغينة ولما الكراهية؟ انشروا السلم والسلام بين عائلاتكم. انشروا الأمن والأمان بين زويكم وأصحابكم. علموا أبناءكم بأن القدس عربي. علموا أبناءكم بأن فلسطين عربي. علموا أبناءكم بأن راية القدس قائمة وإن لم يرفعها أحد. وراية أمريكا واليهود ساقطة ولو رفعها كل أحد. عم الحاج اللي سمعني بعلو صوتي بقول لك قدام الدنيا كلها هنا مصر تحيا مصر. هنا مصر تحيا مصر. يكفيكم فخرا وشرفا يا شعب مصر أنكم وصية الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أن سيدنا الحبيب النبي قال اسمع إنكم ستفتحون مصر. ده كلام سيدنا النبي. إنكم ستفتحون مصر بلدا يسمى فيها القيراط. بلدا يسمى فيها القيراط. كلمة القيراط زمان النهاردة العملة الجنيه. في السعودية العملة الريال. في الكويت العملة الدينار. في أمريكا العملة دولار. في إيطاليا العملة يورو. في اليابان العملة الين. الكلام ده واضح اهو. طيب العملة الأيام دي ايه؟ جنيه المصري. سيدنا النبي هو بيتكلم إنكم ستفتحون مصر بلدا يسمى فيها القيراط. العملة كانت بالقيراط اسمها القيراط. فإذا فتحتم مصر ده كلام سيدنا النبي اهو. كلام سيدنا النبي مش رئيس جمهوري ولا رئيس وزراء. فإذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهل مصر خيرا. أنتم وصية الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم وصية الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا كل واحد سمعني اسمع. حال أمتنا حال عجيبة وهي لعمر الله بائسة كئيبة. الحل ايه؟
المحل ايه اللي بتدوروا عليه؟ مؤتمرات اللي انتوا بتعملوها. احنا خدنا في الابتدائيه ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي ايام ما التعليم كان تعليم. هذه ارضي انا وابي ضحى هنا وابي قال لنا مزقوا اعداءنا اذا فكيف الحيله؟ هيا اجمعوا صفوفكم يا عرب، هيا اجمعوا صفوفكم يا سعودية، هيا اجمعوا صفوفكم يا إمارات، هيا اجمعوا صفوفكم يا قطر، هيا اجمعوا صفوفكم يا عرب، هيا اجمعوا صفوفكم يا عرب، هيا اجمعوا صفوفكم ونظموا جهودكم، تعاونوا واتحدوا، تعاونوا واتحدوا لتهزموا عدوكم، فالاتحاد قوة، فالاتحاد قوة، فالاتحاد قوة، وفيه عزة لكم. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأقصى الأسير يستغيث ويستجير، أنا القبلة الأولى ومهد العبادات، أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، أنا القبلة الأولى ومهد العبادات، أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، لقد بارك الرحمن حولي بآيه، فهل صمتم وحيي وسرتم بآياتي؟ هنا قبلتي ثكلى، هنا صخرتي بكت، فلقد دنس الشزاز أرضي وساحاتي، فكم أحرقوا عرشي، وكم أحرقوا دمي، وكم أطفأوا نوري وداسوا قداساتي، فيا أمتي إن لم تزودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. هنا مصر تحيا، مصر هنا، مصر تحيا، مصر. يقول سيدنا عمرو بن العاص حينما فتح مصر، اسمع، ولاية مصر تعدل الخلافة، ولاية مصر تعدل الخلافة، يعني من كان رئيسا لجمهورية مصر العربية فإنه رئيس للمسلمين والعرب. هنا مصر تحيا، مصر هنا، مصر تحيا، مصر. إن قيل لي صف حسنها ما كنت أحسن وصفها، إن قيل لي صف حسنها ما كنت أحسن وصفها، مصر التي جاءت وجاء الكون يحبو خلفها، مصر التي جاءت وجاء الكون يحبو خلفها، اكتب يا تاريخ الزمان فلن توفي مصر حقها، يكفينا شرفا أن الله قد سجل في القرآن اسمها، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيا ملوك العرب ويا سلاطين الدنيا ويا رؤساء العالم، اقرأوا دواوين البيان فكلها كتبت لها، فحياتنا بدأت عند مصر وعند مصر المنتهى، فحياتنا بدأت عند مصر وعند مصر المنتهى، فحياتنا بدأت عند مصر وعند مصر المنتهى. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان هناك من إطالة، آسف على الإطالة، لكن عم الحج نور شيخنا الشيخ سعيد قال لي طول سنتين، فأنا معذرة إن كنت أطلت ثلاث أربع سنات، لكن بقول للناس اللي سمعاني قبلما أن أفارق هذا المكان، يا كل اتنين ولد عم حبوا بعض، يا كل اتنين ولد خالة حبوا بعض، يا كل اتنين جيران حطوا ايديكوا في ايدين بعض، يا كل اتنين جيران حطوا ايديكوا في ايدين بعض، يا كل واحد سمعني بينه وبين ابن عمه قضية في المحكمة عيب عليك، يا كل اتنين كبار في اي عيلة سمعني 60 سنة والتاني 65 سنة وشاكين بعض في المحاكم، انتوا خليتوا ايه للولاد الصغيرة؟ عيب عليكم، اختشوا يا كبار، اختشوا يا كبار. انت عارف ابويا وعمي لما يشدوا مع بعض عارف عملتوا ايه؟ خليتوا ولاد العم زي مصر واسرائيل،
خليت ولاد العم يكرهوا بعض حقد وحسد وضغينة وكراهية. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علموا أبناءكم بأن القدس عربية، علموا أبناءكم بأن فلسطين عربية، علموا أبناءكم بأن راية القدس قائمة وإن لم يرفعها أحد، وراية أمريكا واليهود ساقطة ولو رفعها كل أحد. ثم قل نهاية: أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، على المعاصي، وعين الله تنظرني، وعين الله تنظرني، وعين الله تنظرني، وعين الله تنظرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء، بلا ندم ولا بكاء، ولا خوف ولا حزن، ولا خوف ولا حزن، ولبقايا ولبقايا ذنوب لست أعلمها، ذنوب لست أعلمها. الله 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 يعلمها في السر والعلن، في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي وما زال يسترني، كأنني كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش، وأيديهم تقلبني، وأيديهم تقلبني، وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي، واشتد نزعي، وصار الموت يجذبه من كل عرق، من كل عرق، بلا رفق ولا غوني، بلا رفق ولا غوني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيه يغسلني، فجاءني رجل، فجاءني رجل منهم فجردني، منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأعراني وأفردني، وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحة، وصار فوقي، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، خرير الماء ينظفني، خرير الماء ينظفني، وصب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وحملون، وحملون على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلف من يشيعني، وخلف من يشيعني، وخلف من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، ولا سجود لعل الله يرحمني. وأخرجون، وأخرجون، وأخرجون من الدنيا فوا أسفا، وأخرجون، وأخرجون من الدنيا فوا أسفا، على رحير بلا زاد، على رحير بلا زاد يبلغوني، وأنزلون، وأنزلون إلى قبري على مهل، على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني
فكشف الثوب عن وجهه لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال غل وقال غل عليه التراب واغتنموا واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن ومنكر ونكير ومنكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني جدا فأفزعني وأقعداني وأقعداني وجدت وجدت في مساءلاتي ما لي سواك ما لي سواك إلهي إلهي من يخلصني من يخلصني من يخلصني وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصر وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وفتناتها وانظر إلى فعلها في الآل والوطن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم والدنا الكريم عمنا الحاج علي حرب اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا فزد في حسناته يا رب جاف القبر عن جنبي يا رب كن معه ولا تكن علي يا رب جاف القبر عن جنبي يا رب كن معه ولا تكن علي شفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام وشفع فيه سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام آنس وحدته بالقرآن آنس غربته بالقرآن آنس وحشته بالقرآن أكرمه بكرامة القرآن اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اغفر له ولنا ولسائر المسلمين اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا اهد شبابنا تول أمرنا أحسن ختامنا اشفي مرضانا اشفي مرضانا ارحم موتانا ارحم موتانا ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رد عن مصرنا كيد الكائدين رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتخريب المخربين وعبث العابثين وطمع الطامعين وفساد المفسدين اجعل مصر وشعبها وجيشها في أمانك وضمانك يا الله اجعل مصر وشعبها وجيشها في عنايتك ورعايتك يا الله لك الحمد يا الله إليك المشتكى يا الله أنت المستعان يا الله بك المستغاث يا الله عليك التكلان يا الله ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله أما بالنسبة لزياد كم عمره يا على الجمال حج عصام حر أقسم بربي جل جلاله إن صبرت والكلام ده لكل واحد فقد أمه أو أبوه أو فقد أي واحد غالي عنده لأن مشكلتنا كلنا كله هيموت كله خلصانة ابنك اللي في البيت هيموت أمك هتموت أبوك هيموت أين سيدنا رسول الله بس الشطارة لما تصبر لما تصبر أيوه اسمع اسمع والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سورة الرعد الآية رقم 24 شوف ربك بيعمل ايه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملائكة عشان صبرة اسمع اقول لك الملك سلام عليكم كلام ده ليك يا حاج عصام فين الحاج عصام كلام ده ليك اهو انا باخدك مثال والكلام ده لكل واحد صابر سلام عليكم
ليه بقى؟ ليه عمل ايه؟ بما صبرتم. واه على اللي يفقد ابني، اقسم بالله العلي العظيم، عندنا في قريتنا بنت 20 سنة تزوجت 4 أشهر حمل 2 شهر لقيت ربها، دفنوها من 2 أو 3 أيام. برضو عندنا شاب 20 سنة برضو بيلعب كورة زي جمر 14 صحة زي الحديد، فجأة سكتة قلبية مات. خلي بالك دي رسالة لكل واحد فينا، رسالة لكل واحد، أبوس رجليك تب إلى الله وارجع إلى الله واصطلح مع الله. بقول لعمنا الحج عصام، ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم اسمع: وبشر الصابرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين إذا، تعال يا حج عصام، تعال بالصلاة على سيدنا النبي، ذكرت كلمة الصبر في القرآن الكريم على اختلاف ألفاظها 18 مرة لسيدنا وحبيبنا رسول الله. سيدنا النبي ربنا كرمه بولد عند سن 61 سنة، اسمه ايه يا سيدنا؟ ابراهيم. انت متخيل سيدنا النبي عنده 61 سنة وربنا يكرمه بطفل اسمه ايه؟ ابراهيم. من فرحة سيدنا النبي للمولود الجديد إبراهيم كان بيطوف يا حج عصام على ببني المدينة يخبط عليهم فرح: لقد رزق نبيكم بمولود، ربنا كرم نبيكم به بمولود، ما فيش 16 شهر، سنة 4 أشهر. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. صليتم على سيدنا رسول الله. اسمع، أسوأ شيء في الدنيا موت الضنى. يمكن أمي ربنا يديها الصحة حدانا، لما بنتكلم عن الأخ مشايخنا يسمعوني يقول لك الأخ دي قصة تانية. أمي أقسم بالله ما أعرفش كلام أمي غلط ولا صح، بس أمي قالت لي الكلام، قالت لي أنا دكت موت إخواتي وموت ضنايا، ضنايا عندي في الموت أشد من إخواتي. كلام أمي، لكن كلام الكتب كلهيتنا بنتكلم ككتب بنقول الأخ لا يعول، بس أنا بتكلم دلوقتي على لسان من إيه؟ أمي قالت لي لا، بنتي لما ماتت الحرقة في قلبي صعبة صعبة. فأنا بقول لك بعلو صوتي صبر، لو سألنا الناس هنا في الجليوبية يقول لك الصبر علقم مر مثل اسمه لكن عواقبه أحلى من العسل كما أخبرنا سيدنا رسول الله. تساوي إيه يا حج عصام لما فقدت الغالي رحمة الله عليه زياد؟ لما ربنا يقول لك اسمع: وبشر الله، وبشر وبشر الصابرين. بشرة ابنك مات وتقول لي بشرة؟ ايوه. ضنايا مات وتقول لي بشرة؟ ايوه اهو. وبشر وبشر الصابرين، بس منهم حط النقط على الحروف: الذين إذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة، أصابتهم مصيبة قالوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على سيدنا محمد،
وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على سيدنا محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. وعند الموت تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد، وعند القبر ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد. رسول الله حقا اتبعنا وصدقنا وآمنا محمد.